بس خلينا نتكلم المطروح واللي نقدر نعمل عليه كنترول. هو طبعا الاعلام المرئي والمسموع وكمان المكتوب، لان لسه دلوقتي في كمان مكتوب طبعًا. يعني وانتوا طبعا اعلاميين كبار وفي المجال ده بقالكم سنين، مش ان الاوان ان يكون في يعني عقوبه وحكومه كبيره جدا لكل من يخرج عن الاداب وكل من يخرج عن الروح الرياضيه والسلوكيه ومن يعني يحفز جزء من التعصب؟ هو مش لازم بقى دوت يكون بصراحه اللي يغلط يتقطع رقبته. اللي عامله المجلس يعني. اللي عامله المجلس الاعلى للاعلام بالخطوه اللي حضرتك اتكلمت عليها ان هو بدايه لتطبيق ده، بس هي المشكله برضو يا كابتن هاني ما هياش في الصحافه المصريه والاعلام اللي هو الرسمي المنتظم اللي هو تلفزيون، حتى لو قنوات خاصة. يعني أنا بشوف قناة الأهلي ملتزمة جدا جدا، يعني بصراحة يعني ما فيش تجاوز تجاه الآخر في القنوات كلها والإذاعات كلها والصحافة كلها مهما كانت متعصبة عندها حد أدنى من الالتزام. هي المشكلة كلها أنه لما يطلع في هذا الإعلام النظامي أو الإعلام المنتظم صوت مبالغ فيه، يطلع واحد، ده اللي بيخلي السوشيال ميديا تولع.